السلام البنات، كنتمنى اموركم كلها تكون مزيانه وبخير وعلى حال. اليوم غادي نديكم ثلاثه المشاوير. اول مشوار هو بلاصه ديال البال، خطيره جدا جدا جدا، وكيبيعوا الحوايج كلهم لي مارك ومحدين ومصلوحين. تقولي انكم خدينها من مكازا جديده. تبعوا الفيديو حتى الاخر. شتو الملابس كلها محدة وغزالة، تقولي انها جديدة، وهي غير بلاصة ديال البال، ولكن جايبين جودة عالية ديال الملابس والاسمنة في متناول الجميع. غتقولوا لي فين جا هاد السوق؟ غير صبروا شوية وتمنظروا لي في الكساوي والحوايج، راه داكشي غزال. كل شيء كاين محدد، وكاين الحوايج البال اللي باقي بالتيكيتا ديالو، جاي من برا بالتيكيتا ديالو، ما ملبوش من قبل، ودارين الاسمنه كيبداو عندهم من 20 درهم الفوق. قال من 20 درهم ما تنظنش انها كاينه. هاد السوق جا في سوق الصالحين، عرفتوه ولا مازال؟ هاد السوق الصالحين انا راه بارطاجيتو معكم من قبل، ولكن ماشي مشكل، نعاود نقول لكم فين جا. راه هو مرجان ديال حي كريمه، ها هو بلاصه ديال القهاوي والمطاعم. مرجان ديال حي كريمه حداه سوق الصالحين، ها هو سوق الصالحين. جبت لكم انا كل يوم الكفته ديال الحوت 13 درهم، شوية ب13 درهم، لا غلا على مسكين. تغداي كل شيء على الفحم، بغيتي الحوت هكاك سردين مشوي، شوية بغيتي كفشة. اليوم انا خساريت كفشة ديال الحوت، شوية باش هيتكم فيها لذيذة 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 لذيذة، غزالة. غالي ما بغاش ياكل، اللي عنده ياكل، واللي ما عندوش ياكل كذلك. الحوت باقي فريش، شلاضة ب5 دراهم للتبصيل. شوفوا الحوت كيداير، النقرة جديد، تجي تاكلو بعينكم غامضة، ورخيص وبلاصة رقية، وكل شي منظم، غزال. هانتوما الكفيتة هادي، دابا انا خديت جوج شوايات. التبصيل ديال الشلاضة غير ب5 دراهم، ماشي تبريعة اختي في الغداء، غزال. ماشي هيشكم، مرحبا بكم، ياك اللي بغى يجي مرحبا به، راه كل شيء موجود الحمد لله. اللي عنده ياكل، واللي ما عندوش ياكل. شوف الكفته كي دايره مشويه من داكشي. من بعد غنديكم واحد البلاصه كيلعبوا فيها الوليدات، راه كاينه نيت في مرجان ديال حي كريمه. كتجي عندك جوج الحلول في هاد البلاصات الالعاب، يا اما تخلي ولدك انت دابا حاطه لك في هاد الاولي الالعاب، كتجي كتلعبي ب 10 دراهم اللعاب، كل لعبه ب10 دراهم، ولا بغيتي تدخليه في النص الثاني محجوز زادينو بالتيكي. راهو ما الناس مدخلين ولادهم بالتيكي، باريير راهو كاين 35 درهم، كتخليه ساعتين وتدوري في خاطرك في مرجان وتقضي سلعتك، وعاجي دي ولدك ولا بنتك. وما تنساونيش البنات ملي لايك تبارطاجيو معايا مع هادشي مع صحابك.